وبعد ثمينة تقرأ الكتاب مرات كثيرة وتلخص هذا الكتاب وتطبق أبواب الكتاب، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل بركة التعليم أن يفقهك في هذا الكتاب. من علم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذه بالتجربة أنا بالنسبة لي، كتب كثيرة قرأتها مرارا وتكرارا وراجعتها ولخصتها وعلقت عليها، ولكن سبحان الله عندما أدرس هذا الكتاب أفقه وأفهم هذا الكتاب مع أني أنا أدرسه، لكن الله سبحانه وتعالى يرزق الذي يدرس ويعمل بهذا العلم فهم أو فقه أعمق من فقه فقط القراءة والتعليق والتلخيص. فدائما أي كتاب تدرسه، أي مسألة تدرسها، راجعها مع أي إنسان، وإن كانت تراجع يعني مع العوام، لا يوجد أحد، راجعها مع نفسك حتى الله سبحانه وتعالى ييسر لك.